تقدر عاليا جهود غرفة جهة سربلندي وحرمتها كدا هزن يكينين فارسنا قل لا قل بركار الفرات ينكو أمريز غار كرن جزل مزورة داعش أم بذيكي تركي خشبون وفرحنا وسررنا بهذا بقدومهم. وعندما تكررت مثل بعض الحالات التهجير پشتی چند بویرن کل هرمی چی بوی جه کش برکرنه او کشتنه زخت لسرمش چی بو وک امرو سپین عشائران کج ما دوها تخواستن جبو ام ایریش بکن جه برویجی دا خوازا مجی پکی اوه کد دستوار دانان ده هرمی دا چینکه جه برکو ام هرمکه ایلینه اولادنا تقتل بدون سبب و نطلب من الوحدات تلتزم بأراضينا وعدم الدخول إلينا احنا نحل مشاكلنا بنفسنا وما حد يدخل بإدارتنا كشعوب كشعب عشائر احنا نجتمع مجالس إلين عرب ولا هف بجبن وكارل بيشوان هي جبرويجي هي فيا ماجي يفكي كل بانغا ما جهدار به تاكو ام دي كاربن بوان رأي كاربن ام آمدنا جبو قفتو قوي و هر إلك عرب لفي هرمي أشتية بخوازة ومع كل أي حل سلمي نحن موجودين لهم.